طيب طلاب، هسه نجي على البروبرتيز اوف راديشن، يعني خصائص المواد المشعه. مثل ما احنا عرفنا قبل شوي شرحنا انواع الايونايزنج راديشن، شرحنا شنو خصائصها. فهسه هاي للسادات بس مجرد مراجعه. تمام طلاب، عرفنا انه الالفا بارتيكل عاده تكون ثقيله هيفي، تكون دبل تشارج. ليش دبل تشارج؟ قلنا انه هي معناها انه هي تحتوي على 2 بروتونات تحتوي على 2 نيوترونات، فبالتالي عدد الكتل مالتها 4، بينما عدد البروتونات الموجوده بها 2، وهذا عدد البروتونات الموجوده داخلها يعطيها شحنه موجبة زائد 2. تمام، فقلنا هي شو تكون؟ تكون بلاس 2. تمام، يعني شحنة موجبة زائد 2، فلهذا بدي يقول لك ان هي دبلي تشارج. يعني شو دبلي تشارج؟ يعني هي تحتوي على 2 بروتون، فبالتالي ايش كانت؟ ايش اصبحت؟ اصبحت موجبة 2. تمام، اصبحت موجبة 2 او اصبحت شنو؟ بلاس 2. تمام طلاب، كوز ديم تو لوز ذير انرجي فيري كويكلي ان ماتر، مثل ما قلنا حجمها الكبير يخليها تصادم مع جسيمات الموجوده بالهواء، وبالتالي تفقد طاقتها وتسقط وتنهار. They can be shielded by the sheet of paper or the surface layer of our skin. مثل ما قلنا الالفا بارتيكل هي ما تقدر تخترق السكن، ما تقدر تختلق بشره الانسان، وبالتالي هي ما تقدر توصل للاعضاء الداخليه لجسم الانسان. تمام، تاثيرها يكون خارج، يعني إذا وقعت على السكن حتحرق السكن وتأثر على السكن فقط، بس بينما ما توصل على للأعضاء الداخلية. تمام، مش وقت الإنسان يتأثر بيها؟ إذا الإنسان لا سمح الله بلعها فد مواد مشعة، هاي المواد المشعة من يبلعها تبعث جسيمات ألفا بداخله. تمام طلاب، هو هذا المقصود هنا، يعني إذا فد بلع أو إذا استنشق مواد تحتوي على مواد مشعة، هاي المواد المشعة تبعث جسيمات ألفا، بذاك الوقت لا كلش حتأثر بيه، لأنه جسيمات ألفا هي أكثر وحدة يصير بها راديشن. تمام، فتأثيراتها تكون كلش كبيرة. تمام طلاب، زين، وقلنا إنه هي مثلا ما تقدر تعبر من خلال الورقة، يعني هاي شرحناها كليتها. ليش؟ لأنه الألفا بارتيكل إيش قلنا البنتريتنج باور مالتها جدا قليلة. زين، النوع الآخر من الراديشن اللي هي البيتا بارتيكل. البيتا بارتيكل قلنا هي بشكل عام سمولر ذين ألفا بارتيكل، حجمها يكون كلش أصغر من الألفا بارتيكل، فهذا الشيء حيخليها تتحرك إلى مسافات أكثر بالهواء من الألفا بارتيكل، تتحرك إلى مسافات أكثر، تتحرك إلى توصل إلى مسافات أكثر بالهواء من الألفا بارتيكل. تمام، بالمقارنة حتكون الراديشن مالتها أو طاقتها الإشعاعية تكون أقل من الألفا بارتيكل. تمام، قلنا عادي هي تقدر تعبر السكن. تمام، تقدر تعبر من خلال السكن، بنفس الوقت قلنا إنه هي تقدر تعبر من خلال الورقة. منو اللي يوقفها؟ يوقفها فد فايل من الألمنيوم. تمام طلاب، زين، قلنا انه هي ما عاد هذيك الكتلة كبيرة وشحنتها عادة تكون سالبة. تمام، احنا دا نحكي على البيتا بارتيكل اللي هي تكون شنو؟ نيجاتيف تشارج. تمام، they are effectively shielded by thin layer of metal or plastic and are again considered hazardous only if the beta emitter is ingested or inhaled. طبعا طلاب مثل ما تعرفون انه البيتا بارتيكل هي عندها بنتريتنج باور اكثر من الالفا بارتيكل. قلنا انه هي تقدر تعبر من خلال السكن، تقدر تعبر هماتين من خلال الورق، لكن اللي يوقفها فد طبقة من الألمنيوم، فايل من الألمنيوم أو طبقة من البلاستيك، ممكن هماتين توقفها. تمام، تشتغل كحاجز إلها. هاي النقطة اللي انت لازم تحطوها بعقلكم. النقطة الثانية هي البيتا بارتيكل بشكل عام تأثيرها السلبي يكون أقل من الألفا بارتيكل إذا بحالة الإنسان إذا بلعها أو استنشقها. تمام طلاب، هي تقدر تعبر من بالسكن، فيكون عندها تأثير أبعد من مستوى السكن. تمام طلاب، لأن هي تقدر تخترق الجلد. تمام، بشكل عام مصطلح البوزيترون، طبعا هو ما اشرح لكم اياها بالملزمه، بس حاط لكم هنا موضوع البوزيترون. تمام، اللي هي الصراحه مو كلش يعني مطلوبه من عندكم، بس هشرح لكم اياها بشكل سريع وتكونون فاهمين كل شيء موجود بالملزمه. مصطلح البوزيترون انه مثلا يقول لك نوبات ذره عنصر تكون غير مستقره، ان ستيبل، يا اما قلنا تحتوي على نيوترونات اكثر من الطبيعي او بروتونات اكثر من الطبيعي، او تحتوي على نيوترونات وبروتونات بنسبه كبيره. تمام، واحدة من الاحتماليات انه نوبات تكون الذرة تحتوي على بروتونات بنسبة كبيرة جدا، تمام، واكثر من النيوترونات، فالذرة شو حتسوي؟ حتفقد ما يعرف بالبروتون. تمام، يعني هي ما دام انه هاي الذرة تحتوي على بروتونات كلش هواية واكثر من النيوترونات، حتفقد بروتون. تمام، فلما تفقد بروتون، هذا البروتون تفقده شو حيتحول؟ حيتحول الى شغلتين، الشغلة اللي يتحول لها هي نيوترون، والشيء الثاني اللي يتحوله هو بوزيترون. البوزيترون هو عبارة عن الكترون بس موجب الشحنة، يعني عشان ما حتفتهمون هاي الشغلة. بعض طلاب، انتو بالبيتا
بالبيتا، هي بالبيتا دي كي اكو نوعين تمام. احنا يعني ما اريد كلش اتعمق لكم بها على مدة تخربطون. هي اكو نوعين، النوع الاول اللي احنا شرحناه بالاول اللي قلنا لما تكون ذرة عنصر مثل عنصر الكربون، مثل ما شرحنا بالمثال الاول ذرة عنصر قلنا عنصر الكربون، هذا العنصر الكربون يحتوي على نيوترونات كلش هواية، هاي النيوترونات خلت ذرة عنصر الكربون غير مستقرة، فبالتالي الكربون على مود يكون عنصر مستقر ومرتاح لازم شي يسوي، لازم يفقد هذا النيوترون، وقلنا النيوترون لما يفقده هذا النيوترون اللي حيفقده حيتحول الى ثلاث اشياء، الشيء الاول انه هو حيتحول الى بروتون تمام طلاب، والشيء الثاني حيتحول الى الكترون اللي هو شنو هو الكترون نيجاتيف تشارج اللي هو ذو شحنه سالبه، ويتحول الى شغله يسمونها نيوترينيو تمام طلاب، هاي قلناها انتي نيوترينيو. زين اكو حاله ثانيه، اكو حاله ثانيه معاكسه لهاي الحاله، لما تكون ذره العنصر هماتين غير مستقره، بس السبب مو لانه يكون عدد النيوترونات بها هوايه وانما يكون عدد البروتونات بها هوايه. تشوفون شلون يعني عكس الحاله اللي انا شرحت لكم اياها قبل شويه، انه يكون بها عدد البروتونات اكثر من الطبيعي، فبالتالي يكون اكثر البروتونات من عدد النيوترونات، فبالتالي الذره حتكون غير مستقره هماتين، فبالتالي هي شح تسوي بما انه هي عندها عدد بروتونات كل هوايه فلازم تتخلص من هاي البروتونات، فهاي الذره شح تسوي حتبعث او تخسر بروتون، هذا البروتون تخسره يتحول الى نيوترون ويتحول الى شيء ثاني يسمونه بوزيترون تمام طلاب. البوزيترون هو عباره عن الكترون بس موجب الشحنه. هسه تقولوا لي يعني شنو اكو الكترون موجب الشحنه؟ نعم طلاب اكو الكترون موجب الشحنة يسمونه بوزيترون. هذا شو وقت يصير هاي الحالة؟ يصير لما تكون عندك ذرة عنصر، هاي ذرة العنصر تحتوي على بروتونات بنسبة عالية جدا، وهاي البروتونات تكون أكثر من النيوترونات، فهي هنا شحسة وخما تفقد النيوترونات، هي النيوترونات بها قليل غير تفقد البروتونات اللي هي تكون موجودة بنسبة واعدها، فتفقد البروتون، فلما تفقد البروتون حيتحول هذا البروتون إلى نيوترون تمام، يتحول البروتون إلى نيوترون حيتحول إلى شيء آخر يسمونه البوزيترون. البوزيترون هو عبارة عن الكترون بس موجب الشحنه تمام طلاب، هو عباره عن الكترون بس موجب الشحنه تمام طلاب. فانتوا هسه عندكم احتمالين حيد لكم اياها، عندكم الاحتمال الاول يا اما تكون الذره، هاي الذره تحتوي على نيوترونات بنسبه كبيره جدا، فلما يكون تحتوي على نيوترونات بنسبه كبيره لازم تفقد هاي النيوترونات عمود توصل الى مستوى الاستقرار، فبالتالي شو حتسوي هي؟ حتبعث نيوترون، حتتخلص من النيوترون، هاي النيوترون اللي حتتخلص من عنده حيتحول الى بروتون، حيتحول الى الكترون، ويتحول الى شغله ثانيه يسمونها انتي نيوترينو، كم هذا من الانتي نيوترينو هسه حيتحول الى الكترون، حيتحول الى بروتون تمام طلاب. هذا الالكترون اللي هي حتطلعه حيكون ذو شحنه سالبه، هاي بيا حاله، هاي بحاله كانت الذره غير مستقره لان تحتوي على نيوترونات اكثر من الطبيعي تمام، يعني تحتوي على نسبه النيوترونات تكون اكثر بهوايه من نسبه البروتونات، فبالتالي هي حتطلق نيوترون، حتتخلص من النيوترون، هذا النيوترون حيتحول الى بروتون وحيتحول الى الكترون سالب الشحنه، هاي الحاله اللي احنا شرحناها قبل شوية بالاستعدادات مالتنا. الحالة الثانية لما تكون الذرة بالعكس تمام، هاي الذرة بالعكس تحتوي على نسبة بروتونات عالية وأكثر من نسبة النيوترونات، فخو ما تخسر النيوترونات هنا، لا حتخسر بروتونات، فهي شو حتخسر؟ حتخسر بروتون واحد فقط، هذا البروتون اللي حتفقده شو حيصير بيه؟ شافوا إنه البروتون هماتين يتحول لنيوترون تمام طلاب، يعني النيوترون ممكن يتحول إلى بروتون والبروتون ممكن يتحول إلى نيوترون تمام، فهسا هاي الذرة اللي بيها بروتونات هواية حتفقد واحد البروتونات مالتها، هذا البروتون اللي حتفقده شو حيصير به؟ حيتحول الى نيوترون وحيتحول الى شيء اسمه بوزيترون، هذا البوزيترون هو عباره عن الكترون بس موجب الشحنه تمام، يعني الكترون هي شيء اشارته موجب الشحنه تمام طلاب. فانت هسه عندك نوع من البيتا ديكي، البيتا ديكي اللي هو يكون نيجاتيف تمام اللي هو نتيجة فقدان النيوترون، والبيتا ديكي اللي هو يكون بوزيتيف اللي هو جماعة البوزيترون اللي هو يكون نتيجة فقدان بروتون تمام طلاب. طبعا اهم شغله انه تركزون على نوع النيجاتيف، يعني اذا تخربطون ركزوا على نوع النيجاتيف لانه هو ذا كومنست، يعني اكثر نوع شيوعا موجود واكثر نوع اهميه هو البيتا نيجاتيف تمام طلاب. اهم شيء تخلون ببالكم بالامتحان البيتا نيجاتيف تمام طلاب. اذا ما فهمتوا هاي الخطوه عادي تعالوا اعيد لكم اياها ما عندي مشكله بيها، بس اهم شغله تركزون على النيجاتيف تمام طلاب. النيجاتيف اللي هي لما تكون الذره بيها نيوترونات اكثر من الطبيعي، هذا النيوترونات حتفقده، لما تفقد هاي النيوترونات حتتحول الى بروتونات، حتحول الى الكترون نيجاتيف شحنه تمام طلاب. هاي بس انا حبيت اوضح لكم يعني شنو معنى مصطلح البوزيترون عمود لا تحتارون به.
زين الجاما إميتر تعرفون R associated والألفا بيتا and بوزيترون ديكي. إحنا قلنا إنه الجاما عادة ما تطلع وحدها لما يصير انحلال ألفا أو يصير انحلال بيتا أو يصير انحلال البوزيترون. كليته هذا ينتج من عندها هماتين تحرر الجاما، تمام طلاب؟ هو هذا المقصود هنا. الاكس راي ار برودوس ايذر وين الكترون تشينج اوربت وذين ان اتوم اور الكترون فروم اكسترنال سورس ار ديفليكتد اراوند ذا نيوكليوس اوف ذا اتوم وذ فورم وذ ار فورم اوف هاي انرجي الكترومغنيتيك راديشن وذ انتركت literally with matter. X-ray and gamma rays are best shielded by thick layer of lead or other dense material and are hazardous to people when they are external to the body. مثل ما قلنا طبعا طلاب انه الاكس-ray والجاما اثنيناتهم تعتبرون electromagnetic wave يعني موجات كهرومغناطيسية. طبعا هاي الموجات الكهرومغناطيسية طبعا شو تسوي يعني لها penetrating power عالية يعني تخترق الاشياء بنسبة عالية واللي يوقفها بس اذا كان عندك حاجز من الليد ممكن يوقفها او concrete مثل ما قلنا طلاب يعني اكو حاجز مايليد او كونكريت ممكن يوقف دني الطبقات. ومثل ما قلنا انه الاكس راي تتولد هماتين يعني قبل شوي نفس الطريقه اللي انا شرحت لكم بيها شلون تتولد اشعه الاكس راي، تمام طلاب؟ هو المقصود هنا أنا. طلاب اكو طريقة اخرى ممكن تتولد بها الالكترونات، تتولد لما الالكترونات تنتقل من اوربت الى اوربت اخر. طبعا ما اريد ادوخ راسكم بها كل شيء هواي يعني هاي الطريقة يعني نوبات يقول لك انه الالكترون ينتقل من مدار الى مدار اخر، تمام؟ يعني من مدار عالي الى مدار اصغر، مدار يكون اقرب الى النيوكليوس، تفهمون شلون؟ فمن انتقاله تتولد طاقة، هاي الطاقة تكون بشكل اكس راي، تمام؟ بشكل اشعة سينية. يعني شلون؟ يعني نوبات انتم مثلا على سبيل المثال عندكم هسه هاي النيوكليوس النواة حولها المدارات الخارجية تتحرك بها الالكترونات، تمام؟ فيقول لك الالكترون نوبات لما يغير الاوربت مالته ينتقل منا لهنانه في طريقة ما، انتقل هذا الالكترون منا لهنانه، هذا الالكترون من انتقل من مدار اعلى الى مدار اقرب للنيوكليوس، بالتالي هذا الالكترون من ينتقل حيحرر طاقة، تمام؟ هاي الطاقة تكون بشكل اكس راي، تمام؟ فهاي هماتين احدى الطرق اللي هي تنتج بها اشعة الاكس راي. بس احنا اعتمدوا على بالاساس على المبدأ الاول اللي انا شرحت لكم اياها بالسلايدات، لانه هو هذا اساس عمل الاشعة السينية بالاجهزة مال الاشعة السينية اجهزة الاكس راي، تمام طلاب؟ طيب طلاب هسه نجي على الجزء الثاني من المحاضرة اللي هو biological effect of radiation، يعني شنو تأثير الإشعاعات على جسم الإنسان. ionizing radiation causes physical damage to cell and DNA. radiation can excite DNA and result in the destruction of the DNA backbone. يعني شنو معناها؟ بعض طلاب لازم تحطون ببالكم إنه الراديشن أو الإشعاعات ممكن تحطم وتدمر DNA، تمام؟ يعني الإشعاع نفسه ممكن يروح بشكل مباشر على DNA ويحطمه ويكسر DNA backbone. DNA backbone قصدهم الهيكل البنائي للDNA. At high doses of radiation من 10,000 إلى 15,000 rad death occur in a few hours because of neurological cardiovascular breakdown. يعني شو يقول لك؟ يقول لك لما يتعرض الإنسان إلى جرعات عالية من الراديشن، هاي الجرعات تتراوح ما بين 10,000 إلى 15,000. طبعا الراد هي عبارة عن وحدة، تمام؟ هي وحدة يستخدموها علماء اللي هم بالطب النووي، تمام طلاب؟ اللي هم لهم علاقة بالإشعاعات، زين؟ فيقول لك لما يتعرض الشخص إلى جرعات عالية من الإشعاعات تتراوح ما بين 10,000 إلى 15,000، هنا الإنسان حيموت. وسبب الوفاة عنده انه نتيجة انه هذا الاشعاع ضرب له الكارديو فاسكولار والنيرفس سيستم، يعني ضرب له الجهاز العصبي يعني الدماغ والحبل الشوكي، بالاضافة الى انه ضرب له القلب والاوعية الدموية اللي هي الكارديو فاسكولار سيستم. فهنا ممكن يجيك MCQ يقول لك شنو السبب مال وفاة لشخص يتعرض الى جرعات عالية من الراديشن، هاي الجرعات تتراوح ما بين 10,000 الى 15,000. هتقول هنا سبب الوفاة نتيجة انه الاشعاع ضرب الكارديو فاسكولار والنيرفس سيستم. زين ionizing radiation directly affect DNA structure by inducing DNA break particularly double strand break. secondary effect are the generation of reactive oxygen species that oxidize protein and lipid. يعني شنو معناها؟ بعض لا بشكل عام الإشعاع أما يكون تأثيره على DNA بشكل مباشر، يعني شلون؟ يعني الإشعاع يكون له direct effect on DNA، يعني شلون؟ يعني الإشعاع هو بشكل مباشر حيروح على DNA ويحطمه ويكسره، هذا الشيء شي يسمونه direct effect. أو يكون بشكل indirect effect، يعني شنو indirect effect؟ يعني هذا الإشعاع حيكون مركبات ومواد ضارة، هاي
المواد والمركبات الضارة يسموها رياكتيف أكسجين سبيشيز. هاي رياكتيف أكسجين سبيشيز ايش تسوي؟ حتروح ترتبط بال دي ان اي وتحطمه وتكسره. اذا تفهمون شلون، فهذا يسموه اندايركت افكت. يعني اندايركت افكت هو مو نفسه راح، يعني مو الاشعاع نفسه راح حطم ال دي ان اي، تمام، وانما اعتمد على تكوين مواد ضاره. هاي المواد الضاره هي اللي راحت حطمت ودمرت الدي ان اي، تمام طلاب. فيقول لك يا اما الاشعاع هو نفسه يروح ويحطم الدي ان اي، يا اما الاشعاع يروح يولد مركبات ضاره. هاي المركبات الضاره يسموها رياكتيف اوكسجين سبيشيز، وهاي رياكتيف اوكسجين سبيشيز هي اللي تروح تحطم الدي ان اي، تمام طلاب. بشكل عام الرياكتيف اوكسجين سبيشيز مو شرط بس تحطم الدي ان اي العفو، وانما ممكن تحطم الدهون البروتينات الموجوده داخل الخليه. فهذا طلاب، هاي الصورة مثل ما تلاحظون، هاي الصورة هي عبارة عن صورة توضيحية لتركيب الدي ان اي. الدي ان اي يتكون من شريطين، فلهذا يسمونه دبل ستراند ستراكشر، يعني يتكون من شريطين، وكل شريط من عندهم يتكون من مجموعة من القواعد النيتروجينية اللي هي هاي. طبعا مو شرط تحفظوها، يعني تاخذوها بالبايو، تمام طلاب. هاي هي القواعد النيتروجينية، زين. فمرات يقول لك انه الاشعة او الاشعاع الراديشن تجي بشكل مباشر على هذا شريطي الدي ان اي وتكسرهم، تمام، يعني تكسر شريطي الدي ان اي بنفس الوقت، يعني تكسر هذا الشريط وتكسر الشريط الثاني، تمام. ونتيجة انه هي تنكسر الشريطي مال الدي ان اي، حتكون في شيء اسمه الدبل ستراندد بريك. يعني شنو دبل ستراندد بريك؟ يعني حيصير عندنا كسر بشريطي الدي ان اي، تمام طلاب. او نوبات، قلنا هذا دايركت افكت، طبعا طلاب قلنا انه دايركت افكت، قلنا الراديشن هو يجي بشكل مباشر يكسر شريطي الدي ان اي، تمام، فيسموه دبل ستراندد بريك. الحالة الثانية لما يكون الدي ان اي شي يسوي، يكون مركبات ضارة اللي هي الرياكتيف اوكسجين سبيشيز، وهاي الرياكتيف اوكسجين سبيشيز تروح على الدي ان اي وتكسره. من الامثلة على الكسورات اللي هي ممكن تكونها ما يعرف بالسنجل ستراندد بريك. يعني شنو سنجل ستراندد بريك؟ يعني تكسر بس شريط واحد من الدي ان اي، تمام طلاب، يعني بس شريط واحد من الدي ان اي. فانتوا هاي كلش مهم انه انتوا تميزون اكو دايركت افكت عن طريق انه الاشعاع نفسه يحطم الدي ان اي، واكو اندايركت افكت عن طريق انه الاشعاع يكون مواد ضارة. هاي المواد الضارة يسموها الرياكتيف اوكسجين سبيشيز هي اللي حتروح تحطم الدي ان اي وتكسره. What is the double stranded break in biology؟ يعني شنو معنى double stranded break؟ double stranded break in DNA form as a result of exposure to exogenous agents such as radiation and certain chemicals as well as through endogenous processes including DNA replication and repair. يعني شنو معناها؟ يعني يقول لك مصطلح double stranded break، قلنا انه هو عبارة عن كسر بشريطي DNA. هذا الشيء يكون نتيجة اما التعرض الى شيء خارجي، يعني فالشيء من الخارج، تمام، فيسمونه exogenous. exogenous طلاب معناها خارجي، تمام، يعني هذا الكسر اللي يصير بشريطي الدي ان اي اما يكون نتيجه شيء خارجي مثل الاشعاع والمواد الكيميائيه، نوبات مواد كيميائيه ضاره تكسر شريطي الدي ان اي، او يكون هذا الشيء نتيجه شيء داخلي. هذا الشيء الداخلي يسمونه اندوجينيس. مصطلح الاندوجينيس بالطبع يعني فد شيء داخلي، تمام. شلون اندوجينيس؟ يعني مثلا during cell division، يعني خلال عملية انقسام الخلايا، اكو فشي يصير يسمونه DNA replication. يعني شنو DNA replication؟ يعني نسخ DNA، يعني الخلية من تنقسم وتنتج خلية اخرى لازم DNA ينسخ، تمام، عمود يصير عندنا نسختين من DNA، بحيث DNA الجديد اللي حينتج يروح للخلية الجديدة اللي حتطلع، تمام طلاب، زين. فاثناء عملية نسخ DNA ممكن يصير double stranded break، يعني ينكسر شريطي DNA. هاي النقطة الاولى. او مرات يكون نتيجة DNA ريبير، يعني نتيجة إصلاح الدي إن إي يصير بعد كسر أكثر بالدي إن إي. يعني شلون؟ يقول لك جاي يكحلها عماها، بالضبط نفس الشيء. تفهمون شلون؟ لما يقول لك مصطلح الإكزوجينيس، يعني فتشي خارجي خارج الجسم، تمام، مثل الراديشن والمواد الكيميائية اللي حطمت شريطي الدي إن إي. لما يقول لك إندوجينيس، يعني فتشي من داخل الجسم، هو فتشي داخلي داخل الجسم هو اللي حطم شريطي الدي إن إي، العفو، مثل إيش؟ مثل الدي إن إي ريبليكيشن والربير. What happens when DNA is damaged? DNA damage may also result in cell death which can have a serious consequence for the organism of which the cell is part. زين شنو معناها؟ بعض طلاب بشكل عام لما تكون جرعات الإشعاع كلش عالية ممكن تحطم شريط الدي ان اي بشكل نهائي، يعني بحيث هذا شريط الدي ان اي يكون غير قابل للتصحيح، تمام؟ يعني الإشعاع جرعته كلش عالية حطمت شريطي الدي ان اي بشكل دائم، تمام؟ ولما هذا شريط الدي ان اي أو شريطي الدي ان اي يتحطمون بشكل كامل، بعد الخلية ما بيها فايدة، ليش؟ لأن فقدت الجينات مالتها، فبالتالي الخلية حتموت، تمام؟ وافرض إنه هذا العضو البي هاي الخلية
الخلايا، هاي الخلايا ما تم تتجدد. يعني شلون؟ بشكل عام طلاب، احنا داخل اجسامنا اكو خلايا تتجدد واكو خلايا ما تتجدد. من ضمن الخلايا اللي ما تتجدد هي الخلايا العصبيه. بشكل عام الخلايا الموجوده بالجهاز العصبي ما تتجدد، تمام؟ هي موجوده من ما احنا انولدنا وتستمر ويانا لحد ما تموت، تمام؟ او نسبه تجددها قليله جدا، واكو اصلا بيهم يقولون هي ما تتجدد نهائيا. يعني اكو اختلافيه بهاي الدراسات، تمام طلاب؟ بس هي بشكل عام الخلايا العصبيه هي خلايا اذا دمرت او ماتت ما تتعوض بخلايا اخرى، تمام طلاب؟ يعني ما تجي خلايا مكانها. فبالتالي اذا كانت اكو اشعاعات، هاي الاشعاعات دمرت الدي ان اي مال الخلايا العصبيه، فبالتالي الخليه العصبيه الدي ان اي مالتها مات الى درجه بعد هاي الخليه حتى الدي ان اي مالتها ما نقدر نصلحها. يعني الدي ان اي كلش تدمر نتيجه الاشعاع، بحيث ها هي ماتت الخليه لانه ما نقدر نصلح هذا الدي ان اي، ما له شاره، دمر الدي ان اي بشكل كامل. الخليه بعد ما لها حل غير انه هي تموت، فتموت الخليه. زين، انت من تفقد خليه عصبيه انت ما تقدر تجددها، هذا الشيء حيضرك بشكل كلش كبير. فلهذا اكو خلايا ممكن تتجدد واكو خلايا اذا ماتت بعد ما تتجدد، فهذا الشيء يعتبر كلش خطر علينا. تفهمون شلون طلاب؟ هو هذا المقصود هنا. زين، what is the difference between DNA damage and DNA mutation؟ شنو الفرق ما بين تكسير الدي ان اي ومصطلح الدي ان اي ميوتيشن؟ Although both DNA damage and DNA mutation are type of error in DNA, they are distinctly different from each other. يعني يقول لك مصطلح الدي ان اي damage ومصطلح الدي ان اي ميوتيشن اثنيناتهم معناها دي ان اي ايرور. يعني شنو دي ان اي ايرور؟ يعني اختلال بالدي ان اي. مصطلح الايرور معناها اختلال او خطا، تمام؟ فمصطلح الدي ان اي damage والدي ان اي ميوتيشن هن اثنيناتهن نوعين من انواع ال DNA error، تمام؟ يعني اكو فشي خطا بالدي ان اي. they are typically distinctly different from each other، يعني واحد يختلف عن الثاني. يعني مصطلح الدي ان اي دامج يختلف عن مصطلح الدي ان اي ميوتيشن، عن على الرغم انهم اثنيناتهم يعنون انه اكو فد اختلال بالدي ان اي، تمام؟ يعني اكو فشي غلط بالدي ان اي. دي ان دامج ار typically are physical abnormality in DNA such as a single and double stranded break, while mutation is a change in the base sequences of the DNA. يعني شنو معناها بعض طلاب؟ يقول لك انه دي ان اي دامج المقصود به انه يا اما يصير عندنا سنجل ستراندد بريك او دبل ستراندد بريك. اللي احنا شرحناها قلنا انه سنجل ستراندد بريك يعني بس شريط واحد من شريطي الدي ان اي ينكسر، لكن الدبل ستراندد بريك يعني شريطي الدي ان اي ينكسران. فهذا الشيء يسموه، هذا المصطلح يسموه دي ان اي دامج. بينما دي ان اي ميوتيشن يعني تسلسل القواعد اللي موجوده داخل اشرطه الدي ان اي. شو يصير بيها؟ يصير بيها تغيير بترتيبها، تمام طلاب؟ لما يصير عندنا تشينج ان ذا بيس سيكونس، يعني شنو السيكونس؟ يعني تسلسل القواعد الموجودة بالدي ان اي يصير اكو تغير بترتيبها. هذا الشيء حينتج ما يعرف بالدي ان اي ميوتيشن. تفهمون شلون طلاب؟ يعني مصطلح الدي ان اي دامج يعني اما سنجل ستراندد بريك او دبل ستراندد بريك، يعني اما كسر بشريط واحد من اشرطة الدي ان اي او كسر بشريطي الدي ان اي. بينما مصطلح الميوتيشن معناها تغير بتسلسل القواعد الموجودة بالدي ان اي، تمام؟ ميديم دوز اوف 500 الى 1200 causes death to occur in a few days because of the destruction of the gastrointestinal mucosa. هنا ده يقول لك عندما تتعرض الى جرعات من الاشعاع تتراوح ما بين ال 500 الى 1200 رود، العفو راد، ممكن هذا ينتج على الى وفاة، يعني ينتج انه الانسان ممكن يموت خلال ايام نتيجة انه هي تدمر بطانة الجهاز الهضمي، تمام طلاب؟ ميوكوزا معناها بطانة، تمام؟ فنسبة الاشعاعات اللي هي تتراوح ما بين ال 500 الى 100 و200، ممكن ال 1200 عفوا، ممكن الانسان يموت بسببها نتيجة انه هي تحطم بطانة الجهاز الهضمي، تمام؟ فمثلا يجيب لك سؤال يقول لك شخص تعرض الى جرعات من الاشعاع تتراوح ما بين ال 500 الى 1200 او تعرض الى ميديوم دوز من الاشعاعات ومات، شنو المسبب الاساسي للوفاة هنا؟ حتقول نتيجة انه هذا الاشعاع حطم بطانة الجهاز الهضمي، تمام طلاب؟ انتبهوا لي الامسكيوات، تمام؟ زين، what tissue has the highest radiation sensitivity؟ يعني شنو اكثر انواع الانسجة اللي هي تتعرض بشكل كبير للاشعاعات؟ حطوا بالكم طلاب، كل ما تكون الخلايا الموجودة بالنسيج اكثر انقساما كل ما يزيد احتمالية تعرضها للاشعاع، تمام طلاب؟ فبالتالي يقول لك انه الليمفوسايت هي نوع من انواع الوايت بلاد سيل and cell which produce blood are constantly regenerating and are therefore the most sensitive. Reproductive and gastrointestinal cell are not regenerating as quickly and are less sensitive. The nerve and muscle cell are the lowest
to regenerate and are the least sensitive. يعني شو معناها طلاب؟ معناها قصدهم تعرفون طلاب اكو فشي اسمه نخاع العظم. نخاع العظم هو المسؤول عن انتاج خلايا الدم مثل كرات الدم البيض، كرات الدم الحمر والصفيحات الدمويه. تمام طلاب، يقول لك انه هاي الخلايا هي اكثر الخلايا انقساما بالجسم، فبالتالي هي هاي الخلايا اكثر الخلايا المعرضه للاشعاعات. تمام، بالنسبه لللمفوسات طلاب، الليمفوسات بشكل عام هي نوع من كرات الدم البيض. تعرفون اكو كرات الدم البيض اللي هي الوايت بلاد سيل المسؤوله عن الدفاع عن الجسم اللي هي الخلايا المناعيه. من ضمن انواع كريات الدم البيض اكو نوع اسمه الخلايا الليمفوسات. تمام زين، واكو نوع اخر من الخلايا ماده يسموها الريد بلاد سيل اللي هي كريات الدم الحمر المسؤوله عن نقل الاكسجين الى انسجه الجسم المختلفه. واكو نوع اخر من الخلايا يسموها الصفيحات الدمويه او البليتلت. البليتلت هي المسؤوله عن توقيف النزيف. تمام، هذين كلية هنا الخلايا تنتج عن طريق نخاع العظم الموجود ببعض العظام في الجسم. تمام، شافوا انه هاي الخلايا هي اكثر خلايا تتأثر بالاشعاع، يعني النسيج الموجود بنخاع العظم هو اكثر نسيج يتأثر بالاشعاع. تمام طلاب، بعدين على حده اللي اقل من عنده يجي الريبرودكتيف والجاسترو انتستانال سيل، يعني الخلايا الموجودة بالاجهزة التناسلية اللي هو الريبرودكتيف والجاسترو انتستانال سيل، يعني الخلايا الموجودة بالجهاز الهضمي. ليش؟ لانه هاي الخلايا الموجودة بالجهاز الهضمي والخلايا التناسلية هي بشكل عام اقل regenerating، يعني اقل انقساما تمام واقل تجددا من الخلايا الموجوده بنخاع العظم. تمام طلاب، فبالتالي هي اقل تاثرا بالاشعاع. اخر شيء هي النيرف والمسل سيل، يعني اقل وحده تاثرا بالاشعاع هي الخلايا الموجوده بالجهاز العصبي والخلايا الموجوده بالعضلات، لان هي اقل خلايا من ناحيه التجدد وكذلك اقل خلايا من ناحيه تعرضها للاشعاع. فانتوا لازم تحطون ببالكم ممكن يجيكم MCQ منو اكثر نسيج او منو اكثر عضو يتاثر بالاشعاع، فحتقولون انه النسيج الموجود بنخاع العظم هو اكثر شيء يتاثر. ليش؟ لانه خلايا تتجدد بمعدل كل شيء هوايه. تمام، بينما على حد منو يجي الجاسترو انتستانال والريبرودكتيف سيستم، هذا صار بالوسط. بعدين اقل شيء منو يتاثر، اقل شيء يتاثر هم النيرف والمسل سيل. تمام طلاب، هاي MCQات حفظوها زين. Which part of the gastrointestinal tract is most severely affected by radiation exposure، يعني شنو اكثر جزء من الجهاز الهضمي يتاثر بالاشعاعات؟ كاتبي لك انه اذا مساحه كبيره ومعتبره من السمول انتستين او الامعاء الدقيقه تاثرت، فهي حتكون اكثر جزء من الجهاز الهضمي يتاثر. طبعا طلاب المعلومه هنا مو كلش واضحه ملزمتكم، بس يعني انا شرحت لكم الموجود، يعني هم دي يشرح لك انه اذا جزء كبير او معتبر من الامعاء الدقيقه تعرض للاشعاع فحيكون هو اكثر جزء متاثر. lower doses of 250 الى 500 causes to occur after several weeks death due to a damage of the blood forming organ hematopoietic syndrome. يعني شنو معناها؟ معناها يقول لك اذا شخص تعرض الى جرعات من الاشعاعات تتراوح ما بين ال 250 الى 500 فهنا الانسان ممكن يموت نتيجه بعد عده اسابيع نتيجه انه الاشعاع ضرب النخاع العظم. تمام طلاب، داخل نخاع العظم اكو نسيج، هذا النسيج يسمونه الهيموبايوتيك تيشيو. هذا الهيموبايوتيك تيشيو هو مسؤول عن انتاج خلايا الدم المختلفه، سواء خلايا الدم الحمر، خلايا الدم البيض او الصفيحات الدمويه. فهنا طلاب ممكن تجيكم ثلاث MCQات. الMCQ الاول، شخص تعرض الى جرعات عاليه من الاشعاع هاي دوزز، جرعاته تقريبا ما بين 12000 الى 15000. هنا حسالك سؤال، شنو السبب الاساسي لوفاه هذا الانسان؟ يعني وتوفى هذا الشخص، يعني من تعرض الى جرعات الاشعاع العالي توفى. فحسالك اقول لك شنو السبب الاساسي للوفاه، حتقولي السبب الاساسي نتيجه انه الاشعاع ضرب الكارديوفاسكولار والنيرفس سيستم. زين، اذا medium doses of radiation وشخص مات خلال ايام، منو اكثر شيء يكون سبب الوفاه؟ هنا انا حتقولي انه هو ضرب الجاسترو انتستانال ميوكوزا. زين، اذا low doses ما بين ال 250 الى 500 وبعد كم اسبوع مات هذا الشخص، منو السبب الاساسي للوفاه ماته؟ حتقولي نتيجه انه الاشعاع ضرب البون مارو او الهيموبايوتيك تيشو. certain body part are more specifically affected by exposure to different type of radiation sources. Several factors are involved in determining the potential healthy effect of exposure to radiation. These include the size of the dose, amount of energy deposited in the body, the ability of the radiation to harm human tissue, and which organ are affected. يعني شنو معناها؟ بعض طلاب، بشكل عام تأثير الإشعاعات على جسم الكائن الحي تتحكم به ثلاث شغلات. الشغلة الأولى كمية الجرعة اللي توقع على الإنسان. أكيد الإنسان ما يتعرض إلى جرعات عالية من الإشعاعات حيتأثر
تأثر جسمه بشكل أكبر، تمام؟ يعني أنت من تتعرض إلى جرعات عالية من الإشعاعات أكيد الضرر بيك حيكون أكثر من الشخص اللي يتعرض إلى جرعات قليلة من الإشعاع. يعني الشخص اللي مثلا يقعد بصف مفاعل نووي وهذا المفاعل النووي انفجر، أكيد اللي هو قريب من المفاعل النووي حيتأثر بشكل كلش كبير مقارنة بالشخص اللي هو يكون بعيد من المفاعل النووي، اللي هو يعني ساكن بمكان بعيد عن المفاعل النووي. هاي النقطة الأولى. فيقول لك size of the dose، يعني قصدهم كمية الإشعاع اللي أنت متعرض لها، تمام؟ كل ما زادت كمية الإشعاع كل ما زاد الضرر بالنسبة لك. النقطة الثانية the ability of the radiation to harm human tissue، يعني قابلية هذا الإشعاع إنه هو يلحق الضرر بنسيج الإنسان. يعني شنو معناها؟ بعض طلاب إحنا قلنا إنه الإشعاعات لها تأثيرات مختلفة على جسم الإنسان، عشان يعني إيش؟ بعض طلاب بشكل عام الألفا راديشن هي أكثر أنواع الإشعاعات ضرراً، تمام؟ بس هي بشكل عام بسبب إنه قلنا إنه هي عندها low penetrating power، يعني ما عندها القابلية إنه هي تخترق الجلد وتوصل إلى أعماق الجسم، فبالتالي تأثيرها ما حيكون واضح إلا إذا شخص بلعها أو استنشقها، تمام طلاب؟ بس لما الواحد يبلعها ويستنشقها يكون تأثيرها كلش كبير داخل الجسم، تمام طلاب؟ يعني مثلا إذا شخص بلع أشعة جاما أو بلع بيتا بارتيكل أو بلع ألفا بارتيكل، منو أكثر واحد نتوقع إنه يكون بها تأثير على داخل الجسم؟ تكون الألفا بارتيكل، تمام؟ يعني إذا شخص بلع عناصر مشعة تبعث جسيمات ألفا حيكون تأثيرها أكثر من العناصر المشعة اللي تبعث جسيمات بيتا أو جاما، تمام طلاب؟ حتى لو بلع نفس الجرعة، تمام؟ أبو الألفا يتأثر بشكل أكبر، ليش؟ لأنه أبو الألفا بإشعاعات أكثر، فده تلاحظون إنه كل نوع من الإشعاعات إلى تأثير مختلف على جسم الإنسان. النقطة الثالثة which organ are affected، مثل ما قلنا إنه النسيج الموجود بنخاع العظم اللي هو الهيموبويتيك تشيو هو أكثر نوع من الأنسجة تتأثر بالإشعاع، تمام؟ وقلنا على حدها يجي الريبرودكتيف سيستم وكذلك الجاسترو انتستينال سيستم اللي هو الجهاز التناسلي والجهاز الهضمي، وأقل شيء يجي المسل سيل وكذلك النيرف سيستم، يعني المسل سيل اللي هي الخلايا العضلية وكذلك الخلايا العصبية، تمام؟ فهنا دا يقول لك منو الأعضاء اللي هي تتأثر، تمام؟ هنا عندك ثلاث عوامل متحكمة بتأثير الإشعاع على جسم الإنسان، لازم تحفظهم هاي الطلاب، مهمة خاف يجيكم بالامتحان. أول نقطة هي الجرعة مال الإشعاع اللي أنت تعرضت لها، النقطة الثانية نوع الإشعاع اللي أنت تتعرض له، والنقطة الثالثة هي يا عضو من الأعضاء يتأثر بي الإشعاع. هسا طلاب منو أهم عامل من العوامل اللي احنا ذكرناها؟ هل هو الجرعة، لو العضو المتأثر، لو نوع الإشعاع؟ يقول لك انه أهم عامل هو الدوز، هي الجرعة، تمام؟ The most important factor is the amount of the dose, the amount of the energy actually deposit in your body. يعني يقول لك أهم عامل يتحكم بتأثير الإشعاع على جسم الإنسان هي الجرعة، هي الدوز، تمام طلاب؟ هي أهم شيء، يعني أهم من نوع الإشعاع وأهم من العضو المتأثر، تمام طلاب؟ فهاي النقطة احفظها وخليها ببالك، ممكن تجيك بشكل MCQ. The more energy absorbed by cell the greater the biological damage، يعني كل ما زادت كمية الجرعة الممتصة من قبل خلايا الإنسان كل ما زاد تأثيرها السلبي على الجسم، تمام طلاب؟ Healthy physicists refer to the amount of energy absorbed by the body as the radiation dose. يعني شو يقول لك؟ يعني يقول لك انه علماء الطب النووي شي يشيرون الى كمية الاشعاع الممتصة من قبل الجسم بالراديشن دوز، يعني كمية الاشعاع اللي دا يمتص من قبل الجسم شي يسموه الراديشن دوز، تمام طلاب؟ the absorbed dose the amount of energy absorbed per gram of body tissue. يعني شنو معناها؟ قلنا مصطلح الabsorbed dose هي كمية الاشعاع الممتص بواحد كيلوغرام من وزن الجسم، تمام طلاب؟ وهو عادة يقاس بوحدة جراي أو راد هير. The losing of hair quickly and in clumps occur with radiation exposure at meteorums or higher. Radiation therapy can cause hair to be thinned or lost. Most hair lost during cancer treatment is caused by chemotherapy. That's because chemo target rapidly growing cell which damage in hair follicle and make the hair fall out. But radiation therapy can sometimes cause hair loss too when it's used to treat head and neck and breast cancer. شنو معناها؟ بعض الطلاب احنا بشكل عام لما الشخص يتعرض لإشعاعات يعني عادة نتوقع انه شعره يوقع، تمام طلاب؟ بس هو هذا الشعر عادي يتجدد بعدين، فالشخص لما يتعرض لإشعاعات عادة شعره يوقع، خاصة إذا كانت جرعات الإشعاعات يعني من 200 فما فوق، تمام؟ وحتى شعره يقوم يوقع بكثافة يعني، تمام؟ خصل توقع من الشعر. بس بعض طلاب بشكل عام انتوا اكيد شايفين مرضى السرطانات، تعرفون انه مرضى السرطانات يا اما يتعالجون بالكيمياوي، تمام؟ يا اما يتعالجون بالراديوثيرابي يعني بالاشعاع، يا اما يتعالجون باثنيناتهم، تمام طلاب؟ احنا عاده اي مريض يتعالج بالاثنين، يتعالج بالاشعاع ويتعالج بالكيموثيرابي، بس نوبات اكو مرضى بس يحتاجون علاج كيميائي، تمام؟ فنعطيهم بس كيميائي بدون اشعاع، تمام؟ زين.
فبشكل عام يقول لك عادة تساقط الشعر عند دول المرضى جماعة السرطان خطية، عادة تساقط الشعر يكون بشكل أساسي نتيجة الكيموثيرابي، نتيجة العلاج الكيميائي أكثر من الإشعاعات، تمام طلع؟ فهنا دا يقول لك إنه الكيموثيرابي عادة دول جماعة اللي يأخذون كيموثيرابي يكون هو التساقط بسببه، تمام؟ يعني أكثر من يكون السبب سبب الإشعاع، تمام؟ فهنا ليش يقول لك لانه عاده الكيموثيرابي يروح على الخلايا على البويصلات الشعريه اللي هي الهير فولكل، بويصلات الشعر، ويخليها تموت، يخليها توقع، تمام، يخليها تساقط وتوقع، تمام طلاب. فهنا نحط ببالكم انه جماعه السرطانات عاده تساقط الشعر بيهم هو بشكل اساسي نتيجه الكيموثيرابي، نتيجه الكيمياوي اكثر من الاشعاع، تمام. بس يقول لك دول الاشخاص اللي يصير عندهم مثلا يعني سرطانات لا سمح الله بالرقبه، يصير عندهم سرطانات الثدي، يصير عندهم سرطانات مال بالرأس يعني، ويأخذون إشعاعات، ذولا ممكن يكون الإشعاع هماتين إلى تأثير مساوي لتأثير الكيميائي بتساقط الشعر، تمام طلاب. فبشكل عام طلاب حطوا ببالكم إنه الكيميائي والإشعاع اثنيناتهم ممكن يسوون تساقط الشعر، بس الكيميائي يكون تأثير أكبر، تمام طلاب، لأنه الكيميائي يروح على الحويصلات المال الشعر والخلايا اللي هي تنقسم بالشعر على متنتج خلايا شعر جديد يعني كليتها يموتها، تمام طلاب. زين البراين، since brain cells do not reproduce they will not be damaged directly unless the exposure is 5000 or greater like the heart. Radiation kill nerve cell and small blood vessel and can cause seizure and immediate death. يعني شنو معناها؟ بعض طلاب بشكل عام الخلايا العصبية ما تدم بسرعة، تمام، خلايا مقاومة، لازم جرعات عالية جدا من الإشعاعات، هاي الجرعات العالية من الإشعاعات تتجاوز 5000 يلا تتحطم الخلايا العصبية، وتعرفون إنه الخلايا العصبية لما تتحطم بعد ما تجي مكانها خلايا عصبية، يعني أنت خسارتها خسارة دائمة بعد، خلاص انتهى الموضوع. فبالتالي حفظوا إنه الخلايا العصبية لما تتحطم لازم أكو جرعات عالية جدا جدا من الإشعاعات توصل فوق 5000 يلا تتحطم، 5000 وما فوق يلا تبدأ الخلايا العصبية تتحطم، تمام طلاب. فهنا يقول لك إنه الإشعاع ممكن لما يوصل إلى جرعات عالية فوق 5000 ممكن الخلايا العصبية تبدأ تموت، ممكن حتى الأوعية الدموية الصغيرة الموجودة بالدماغ تبدأ تموت، تبدأ تتكسر، فبالتالي الإنسان يكون معرض لصرع سيجر، يعني معناها صرع، شايفين أكيد إنسان ينصرع يعني شمر، تمام، سامعين كلمة شمرة، تمام، وممكن حتى يموت بشكل مباشر، ده تفهمون شلون؟ يعني حطوا ببالكم إنه الخلايا العصبية هي خلايا غير متجددة، فلهذا تحتاج إلى جرعات عالية من الإشعاع يلا تتحطم وتموت. لما يتعرض الإنسان إلى جرعات عالية من الإشعاع توصل 5000 فما فوق أو أكثر من 5000 هذا الشخص ممكن يتعرض إلى موت بشكل مباشر. ليش؟ نتيجة إنه الإشعاع ضرب للخلايا العصبية، الخلايا العصبية كلها ماتت، ضرب للأوعية الدموية الصغيرة الموجودة بالدماغ. Thyroid. The certain body part are more subspecially affected by exposure to different type of radiation sources. The thyroid gland is susceptible to radioactive iodine. Insufficient amount of radioactive iodine can destroy all or part of the thyroid. By taking potassium iodide can reduce the effect of exposure. طبعا طلاب هاي الستايد ان شاء الله اشرح لكم اياها بالملزمة اللخة احسن، يعني عندكم بالملزمة الخامسة اكو شرح على هذا الستايد انه مشاكل الغدد الدرقية وشون ممكن نستخدم الاشعاع حتى بعلاج مشاكل الغدد الدرقية، تمام؟ هذا ان شاء الله نشرح لكم اياها بالمحاضرة الجاية، لا تخافون ان شاء الله اشرح لكم اياها بطريقة مفصلة. Blood system. When person is exposed to around meters, the blood lymphocyte cell count will be reduced, leaving the victim more susceptible to infection. يعني شو يقولك؟ يعني يقولك لما الشخص يتعرض إلى جرعات من الإشعاع، هاي جرعات من الإشعاع تقريبا حوالي 100، تمام؟ ده تلاحظون 100 يعني كمية قليلة من الإشعاع، يعني تقريبا قليلة يعني مكوش قليلة أكيد. هذا الشيء حيضرب منه وحيضرب الخلايا المناعية اللي من ضمن هاي الخلايا المناعية خلايا يسموها الليمفوسايت. هاي الليمفوسايت طلاب بشكل عام أو كريات الدم البيض هي الخلايا المسؤولة عن الدفاع عن الجسم من الأمراض، تمام، مسؤولة عن مناعة الجسم. فأنت لما تضرب الخلايا المناعية وتضرب الليمفوسات بالتالي أنت حتعرض الإنسان للالتهابات والعدوى، حتعرضه للإنفكشن. This is often referred to a mild radiation sickness. Early symptoms of radiation sickness mimic those of flu and may go unnoticed unless a blood count is down. يعني شنو معناها؟ يقول لك طلاب مرات إذا الشخص تعرض إلى جرعات بسيطة جدا من الإشعاع يسمونه radiation sickness، يسمونه mild radiation sickness. يعني شنو معناها؟ يبدأ الشخص بداية مثلا على سبيل المثال واحد يتعرض إلى إشعاع بس بجرعات قليلة جدا، تمام، حتى أقل من 100، يبدأ الشخص يتكون عنده فد أعراض. هاي الأعراض مثلا يصير عنده أعراض مال الإنفلونزا، تمام، ممكن يصير عنده لعبان نفس، العفو، ممكن يصير عنده يتقيأ
العفو، ممكن يصير عنده اسهال، تمام، طلاب ممكن يصير عنده صداع، تمام، ممكن يسخن، ممكن يصير عنده زكام، نشلة، تمام، ممكن هاي الاعراض تلاحظون شلون، يعني ممكن جرعات بسيطة من الاشعاع تسوي لهاي الاعراض، ممكن بعد اسبوع اسبوعين يلا تظهر عنده هاي الاعراض، بس هاي الجرع مال الاشعاع من تبدا شوية شوية تزيد الاجهزة مال الجسم تبدا تنصاب بشكل اكبر. يعني شنو قصدهم؟ يعني قصدهم الشخص من يتعرض للاشعاع بالبداية ممكن بس، يعني خاصة اذا تعرض الى جرعات بسيطة من الاشعاعات ممكن يتكون له بس اعراض بسيطة، يعني وممكن هاي الاعراض تاخذ وقت يلا تظهر، ممكن خلال اسابيع يلا تظهر، ممكن يصير بس مجرد اعراض فلاونزا، يعني شلون فلو لاك سيمتمز قصدهم هاي الاعراض مال الفلاونزا اللي انتم كلكم اكيد هسه صار بكم فلاونزا، او ممكن يكون يعني بس مجرد تقيؤ، لعبان نفس، اسهال، حراره، صداع، تمام، وحتى ممكن الاعراض تتاخر يلا تظهر، هاي اذا الشخص تعرض الى جرعات قليله جدا من الاشعاع. زين، كل ما يتعرض الشخص الى جرعات اكبر من الاشعاع، جرعات اكثر واكبر واكثر، هذا الشيء حيخلي اجهزه الجسم تبدا تنضرب، تمام، فاول سيستم منه ينضرب البون مارو، قلنا نخاع العظم، فبالتالي من انت تضرب نخاع العظم وخاصه كريات الدم البيض الموجوده به حتزيد عرضة الإنسان للإصابة بالالتهابات والعدوى، تمام، وكل ما زادت الجرعات أكثر حينضرب بعد منه الجاسترو انتستينال والريبرودكتيف أورجن، وكل ما زادت الإشعاعات بنسبة أعلى وأعلى أعلى ينضرب الهارت احتمال، وزادت بعد أعلى 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 ممكن يضرب النيرف سيستم والمسل سيل، فكل الأعراض تتكون على حسب الجرعات اللي أنت تتعرض لها، تمام طلاب، لأن الجرعة هي أهم محدد بالأعراض، تمام، يعني هذا MCQ يقول لك منو أهم محدد بالأعراض، حتقول له الجرعات، تمام، الدوزز، تمام. According to data from Hiroshima and Nagasaki, show the symptoms may persist for up to 10 years and may also have increased long-term risk for leukemia and lymphoma. طبعا طلاب هسه سووا دراسات، تعرفون بالحرب العالميه الثانيه سقطوا قنبله نوويه على المناطق باليابان اللي هي الهيروشيما والناكازاكي، شافوا انه يعني تاثير الاشعاعات لا تزال مستمره من ذاك الوقت لهسه، تمام، وشافوا انه اكو اشخاص يعني تعرضوا الى جرعات قليله من الاشعاعات لكن مع هذا ظلت الاعراض عندهم مستمره لسنوات، تمام، وشافوا انه ذول الاشخاص اللي هم نجوا من ناكازاكي وهيروشيما وحتى الاشخاص يعني حتى الاشخاص القريبين من ذيك المناطق زادت عندهم سرطانات اللمفوما واللوكيميا. طبعا اللمفوما واللوكيميا طلاب هي سرطانات الدم، تمام، شافوا اكو زياده بمعدلات الاصابه مال اللمفوما واللوكيميا، تمام، بس هو بشكل عام طلاب حطوا ببالكم انه بما انه هو البون مارو او نخاع العظم هو اكثر نسيج يتاثر بالاشعاعات، ومتوقع انه الاشخاص اللي يتعرضون للاشعاعات يزيد عندهم سرطانات الدم اللي هي اللوكيميا واللمفوما، تمام طلاب. الهارت intense exposure to radioactive material at 1000 إلى 5000 رم would do immediate damage to small blood vessel and probably cause heart failure and death directly. نفس ما قلنا بالبرين أو بالجهاز العصبي، قلنا الشخص على مود ينضرب الكارديو فاسكولار سيستم فهو يحتاج إلى جرعات عالية من الإشعاع تتراوح تقريبا ما بين 1000 و 5000. شافوا إنه الشخص من يتعرض إلى جرعات عالية من الإشعاع حتنضرب همتين الأوعية الدموية الصغيرة الموجودة داخل القلب، فبالتالي هذا الشخص ممكن يصير عنده فشل بالقلب، يعني فشل بوظائف القلب فيسموها heart failure، يعني القلب ما يقوم يؤدي وظائفه فيسموها هارت فيلير، ممكن بالتالي الانسان يموت. وانتم عرفتوا من البدايه انه الشخص لما يتعرض الى جرعات عاليه جدا من الاشعاع الشخص ممكن يموت بشكل مباشر. ليش يموت بشكل مباشر؟ نتيجه انه انضرب عنده النيرف سيستم والكارديو فاسكولار سيستم، تمام، بينما لما يتعرض الى جرعات متوسطه من الاشعاعات قلنا ممكن يموت خلال ايام. ليش؟ نتيجه انه هذا الاشعاعات ضربت بطانه الجهاز الهضمي او الجاسترو انتستينال ميوكوزا، بينما قلنا انه الشخص لما يتعرض الى جرعات بسيطه او جرعات قليلة من الإشعاع أو low doses of radiation قلنا الشخص هنا ممكن يموت خلال أسابيع نتيجة إنه الإشعاع ضرب له الجهاز أو النسيج النخاع العظم، نسيج النخاع العظم، أوكي طلاب، اللي هو الهيموبويتيك تيشو. زين، الجاسترو انتستينال تراك راديشن دامج تو انتستينال تراك لايننج ويل كوز نويزيا بلادي فوميتنج اند دياريا، يعني مثل ما قلنا انه الجرعات المتوسطة من الإشعاع ممكن تضرب الجهاز الهضمي وبالتالي تحطم بطانة الجهاز الهضمي، فممكن الشخص يجي عنده عياء، لعبان نفس العفو، ممكن حتى يتقيؤ، ممكن تقيؤ يصير بدم، ممكن حتى يصير بسهال، ممكن اسهاله يكون بدم وهكذا.
This is occur when the victim exposure to meters or more. The radiation will begin to destroy the cell in the body that divide rapidly. This including blood, GIT tract, reproductive and hair cell and harm their DNA, RNA of the surviving cell. مثل ما قلت لكم طلاب، قلت لكم أكثر أنسجة تتأثر هو من هو النخاع العظم، على حد منه يجي الريبرودكتيف و الجاسترو انتستينال سيستم، وكذلك الهير الشعر هم ماتين يتأثر، بس قلنا إنه الكيميائي يأثر على الشعر أكثر من الراديو. طبعا طلاب هو بشكل عام احنا قلنا الإشعاع حيضرب الدي ان اي، ممكن هم ماتين يضرب الار ان اي. تمام، الار ان اي هي هم ماتين مادة جينية موجودة داخل الخلايا. طيب طلاب، هسه نجي عن ناخذ كومن راديشن يونت، يعني وحدات شائعة تستخدم بالإشعاعات. جراي تو ميجر ابزورب دوز. بعض طلاب، اول وحده هي وحده الجراي. الجراي هي الوحده اللي تقيس لك كميه الاشعاع الممتص من قبل الجسم، يعني ايش قد اشعاع امتص الجسم يسموها الجراي. The amount of energy actually absorbed in some material and is used for any type of radiation at any material does not describe the biological effect of different radiation. يعني شنو معناها بعض طلاب؟ مثل ما قلنا الجراي هي تحسب الجرعات مال الاشعاع الممتصه من قبل الجسم. تمام، طبعا هي ما تعتمد على نوع الاشعاع، يعني ما تميز هل هذا الاشعاع هو الفا، هل هذا الاشعاع هو بيتا، جاما، ما تميز بيناتهم. تمام، يعني هو بس تريد تحسب كمية الاشعاع الممتصة من قبل الجسم بغض النظر عن نوع الاشعاع. تمام، وبغض النظر عن العضو المتأثر. تمام، احنا قلنا انه الاعضاء تتأثر بدرجات مختلفة حسب كميات الاشعاع، بس وحدة الجراي ما تعتمد على هذا الشيء، يعني لا تعتمد على نوع الاشعاع ولا تعتمد على الاورجن المتأثر بالاشعاع، وانما تعتمد فقط على كمية الاشعاع الساقطة على الجسم. تمام طلاب، اوكي، او كمية الاشعاع الممتصة من قبل الجسم. فيقول لك هي عبارة عن 1 جول of energy deposit in 1 kilogram of the material. تمام طلاب، يعني شنو معناها؟ يعني وحدة الجراي تمثل 1 جول متركز بواحد كيلوغرام من المادة. تمام، 1 جول يعني متركز بواحد كيلوغرام من المادة. تمام طلاب، اللي تحتاجون تحفظوا طلاب انه وحدة الجراي هي وحدة تعبر عن كمية الاشعاع الممتص من الجسم فقط، لا تعتمد على نوع الاشعاع ولا تعتمد على العضو المتأثر بالاشعاع. تمام، ولا تعتمد حتى على المادة اللي تتأثر بالاشعاع. تمام، اكو وحدات ثانية هي وحدة يسموها الراد، اللي هي الراديشن ابزورب دوز. طبعا هاي الطلاب هي نفس وحدة الجراي، بس وحدة قديمة كانوا قبل يستخدموها، هسه ما حد ما يستخدمها. تو ميجر ابزورب دوز، يعني هماتين وحدة الراد هي نفس وحدة الجراي بس وحدة قديمة، يعني تمام هماتين تعبر عن كمية الاشعاع الممتص. زين، اكو وحدة ثانية يسمونها الريم. تمام طلاب، هاي وحدة الريم يسموها الاكويفالنت دوز. يعني شنو الاكويفالنت دوز؟ يعني طلاب هاي الوحدة تعتمد على نوع الاشعاع الساقط على الجسم. يعني شنو معناها؟ يعني هي مو بس تقيس كمية الإشعاع الممتص من قبل الجسم، لا، تعتمد هماتين على نوع الإشعاع، يعني تاخذ نوع الإشعاع بنظر الاعتبار. تمام طلاب، فلما يقول لك رم، يعني معناها الوحدة مو بس تاخذ الإشعاع الممتص من قبل الجسم، وإنما تاخذ نوع الإشعاع بنظر الاعتبار، يعني تميز هل هاي ألفا، هل هاي بيتا، هل هاي جاما، تميزهم. تمام طلاب، يعني تعتمد هماتين على نوع الإشعاع. تمام، بس ما تعتمد على العضو. تمام، يعني ما تعتمد على العضو تأثر. تمام طلاب، هسه انتوا شفتوا هاي النقاط الثلاثه اللي قبل شويه انا قلت لكم اياها، يعني نوع الاشعاع، الدوز، الجرعه، وقلنا هماتين الاورجن المتاثر، على اساسهم صممت الوحده. طبعا اكو بعد وحده لخه ما مكتوبه بمنظمتكم، فانا ما حشرح لكم اياها عمود، لا تصير فشي ثقيل عليكم. زين، تمام طلاب، فهذا هو المقصود بالابزورب دوز والاكويفالنت دوز. الابزورب دوز هو الشعاع الممتص من قبل الجسم. تمام، ما يعتمد على لا نوع الاشعاع ولا يعتمد على النسيج المتاثر، يقاس بوحده الجراي او وحده الراد مسبقا. تمام، بينما الاكويفالنت دوز يعتمد على نوع الاشعاع الساقط على الجسم. تمام، يعني مو بس يقيس كميه الاشعاع الممتص من قبل الجسم، لا، يقيس هماتين نوع الاشعاع. تمام، ويقاس بوحده يسموها الرم. تمام، فلازم تميز بين الابزورب دوز وما بين الإكوفالنت دوز. طلاب، هنا أنا حاطي لكم مجموعة من الأسئلة، طبعا هاي الأسئلة أنا شرحت لكم إياها مسبقا كليتها من خلال الملزمة، بس حاولوا ترجعون تراجعوها، بس أكو كم نقطة أريد أوضحها لكم. بعض طلاب ممكن يجيكم بالام سي كيو يقول لك، يقولوا لكم منو أكثر واحد هو يعتبر harmful internal hazard،
تمام، منو أكثر واحد؟ يعني شنو معنى harmful internal hazard؟ يعني منو أكثر نوع من الإشعاع إذا دخل داخل الجسم ممكن يأثر علينا؟ منو نوع؟ تذكرون يا نوع الألفا، تمام؟ الألفا هو أكثر نوع إشعاع إذا دخل داخل الجسم حيأثر على الأعضاء. زين، السؤال الثاني ممكن يقول لك منو أكثر نوع من الإشعاع have a harmful external hazard؟ يعني شنو معناها؟ منو أكثر من نوع من الإشعاع يقدر يخترق الجسم، ومنو أكثر نوع من الإشعاع يقدر يأثر على الجسم من الخارج ويقدر يخترق الجسم ويدخل إلى الجسم إلى الداخل، تمام؟ الجاما، تمام طلاب؟ الجواب هو الجاما. ليش الجاما؟ تعرفون طلاب إنه الألفا والبيتا، الألفا بشكل عام تتحرك مسافات قصيرة بالهواء وسرعان ما تصادم بالأشياء وتفقد طاقتها ونخسرها، فعلى مود يكون تأثيرها داخل الجسم نحتاج إنه إحنا نبلعها، نحتاج إنه إحنا نستنشقها، أو يحتاج إنه هي تحقن إلى بالدم بشكل مباشر، تمام؟ فيحتاج أكو وسيلة تدخلها للجسم، أما هي وحدها فهي أصلاً ما تقدر تخترق السكن، وحتى إذا إحنا كنا على مسافة من عدها فهي مهماتين ما حتأثر بينا. ليش ما حتأثر بينا؟ لأنه هي ممكن ورقة توقفها، تمام طلاب؟ بينما إذا دخلت بالجسم أكيد تأثيرها الداخلي حيكون كلش كبير، لأن كلمة internal معناها داخلي، فيكون تأثيرها داخليا كلش كبير، تمام؟ البيتا ويف هماتين تتحرك إلى مسافات، بس مسافات أكثر من المسافات اللي تتحرك بيها الألفا ويف، تمام طلاب؟ بينما إذا كنت أنت على مسافة بعيدة، منو أكثر نوع من الإشعاع ممكن يتحرك إلى مسافات بعيدة بحيث يقدر يوصل لك؟ الجاما، لأنه الجاما هي أكثر وحدة بيها بنتريتينج باور، فبالتالي هي أكثر وحدة من الإشعاعات، لو حتى لو أنت كنت موجود على مسافات بعيدة هي تقدر توصل لك وتقدر تأثر بيك، تمام؟ فبالتالي هي الموست هارمفول اكسترنال هازارد، لانه هي اكثر وحده من الاشعاعات ممكن تعبر وتخترق الاشياء وتوصل الى مسافات بعيده. البيتا هماتين تقدر، بس الجاما اكثر من عندها، تمام طلاب؟ وتقدر توصل لك، فبالتالي ممكن تخترق الجلد وتدخل الى داخل جسم الانسان، وممكن حتى تحرق الجلد، تمام طلاب؟ حتى لو انت كنت على مسافه بعيده من عندها. اوكي طلاب، هذا الشيء اللي حبيت اوضح لكم اياه. الشيء الثاني طلاب اللي حبيت اوضح لكم اياه انه الالفا بارتيكل قلنا هي اقوى انواع الاشعاعات، تمام؟ ويشوفون انه الواحد الفا بارتيكل يعني اشعاع واحد من الالفا بارتيكل يعادل 20 اشعاع من البيتا والجاما، تمام طلاب؟ يعادل 20 اشعاع من البيتا والجاما، حطوا ببالكم هذا الشيء. يعني تخيلوا الواحد من الالفا بارتيكل يعادل 20 من البيتا والجاما. طبعاً طلاب الباقي كله نفس الشيء. إن شاء الله إذا عندكم أي سؤال إن شاء الله نجاوبكم عليه. وها هي خلصت المحاضرة.